المسايفة أو المبارزة، وتسمى أيضاً المبارزة الأولمبية، هي رياضة يستخدم بها نوع خاص من السيوف إضافة إلى زي أبيض اللون وقناع للوجه، وهي الرياضة التي يتقاتل بها اثنان باستخدام السيوف سواء سيف العربي أو سيف الشيش أو سيف المبارزة، ويتم إجراء نقاط الفوز من خلال اتصال السيف مع الخصم. حلقة جديدة من برنامج أحوال الرياضة، مرحبا بكم. نبدأ حلقة هذا المساء من الصين، حيث وصلت بعثة منتخبنا الوطني للفتيات في رياضة المبارزة إلى هناك من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغو الصينية خلال هذه الفترة. طبعا هذه المشاركة تعتبر تاريخية بالنسبة لرياضة المبارزة النسائية في اليمن عموما، وعن الاستعداد لهذه البطولة وأهميتها، أيضا عن نظرة المجتمع لرياضة المرأة بشكل عام ورياضة المبارزة بشكل خاص. كل هذا وأكثر سنناقشه مع اللاعبة ندى الأهدل، بطلة المنتخب الوطني للمبارزة، وهي إحدى المشاركات في هذه البطولة. مساء الخير ندى، وأهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة السعيدة. مساء النور، أهلا أستاذ نذير. أهلا ندى، مشاركة مهمة تنتظرك ولاعبات منتخبنا الوطني للمبارزة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين في الأيام القليلة القادمة. ندى، ما أهمية هذه البطولة وكيف استعديتم لها؟ مهمة جدا دورة الألعاب الآسيوية، ومهم جدا أنه يكون اليمن من ضمن المشاركين، ويكون علم اليمن مرفوع ضمن الأعلام اللي بترتفع. نعم. أكثر من 45 دولة مشاركة، والكل عارف أن دورة الألعاب الآسيوية تعتبر أكبر حدث رياضي بعد الأولمبياد. نعم. ووجود اليمن ورفع علم اليمن في كذا محفل شيء مهم وشيء جبار يحسب للجنة الأولمبية، خاصة في هذه الأوضاع التي تمر فيها البلاد. بالنسبة للاستعداد، الاستعداد نعم. كان جيد الحمد لله. جميل. استعداد بقدر الإمكانيات المتاحة لنا. اللجنة الأولمبية قدمت كل ما بوسعها تقديمه بقدر إمكانياتها أيضا المتاحة. خضنا معسكر تدريبي في الأردن. نعم. تقريبا وخضنا مباريات غرب آسيا كانت من ضمن خطة الإعداد. والآن إحنا في الصين على صدد خوض المباريات إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله. لكن ندى، هذه البطولة لن تكون كبطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن مؤخرا واللي حققت فيها نتائج لا بأس بها. هذه البطولة ستلعب فيها لاعبات على مستوى عالي في رياضة المبارزة كما تعلمين. ما هو طموحكم وأقصى شيء حابين تحققوه من هذه المشاركة؟ مشاركة غرب آسيا كانت ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية. نعم. وكانت من أجل الاحتكاك باللاعبين والدخول في جو المباريات، خاصة أن إحنا لنا فترة طويلة ما نشاركش. أصبحت مشاركاتنا مقتصرة على البطولة التي تقيمها اللجنة الأولمبية بسبب أوضاع البلاد وأوضاع الاتحادات ونقص الدعم، وأوضاع البلاد بشكل عام في جميع المجالات المتأثرة، والمجال الرياضي أيضا الوضع متأثر. نعم. الله يفرجها على بلادنا. نعم. بالنسبة للبطولة، نحن عارفين أن البطولة بتكون قوية جدا والمنافسات بتكون قوية جدا، فالمشاركين في هذه البطولة أبطال عالم، يعني مشاركين أبطال عالم. صحيح. فنحن إن شاء الله بإذن الله طموحنا الظهور المشرف وتقديم مستوى عالي وتقديم مستوى يليق باليمن إن شاء الله. جميل. طيب، ما هي الصعوبات التي واجهتوها وبتواجهوها في حالة المشاركة في البطولة الخارجية؟ جيت على الجرح أستاذ نذير. نعم. في صعوبات كثيرة بتواجهنا في المشاركات، أهمها مثلا فرق الإمكانيات بيننا وبين الدول. نعم. الفرق كبير جدا. كمان عدم توفر بعض الأدوات والنقص في بعض الأسلحة، وأيضا أنه يتغير القانون الدولي ونحن ما زلنا بأسلحتنا القديمة والقانون منع المشاركة فيها. نعم. فتكون هذه مشكلة، ونحن ما تدربناش على الأسلحة الجديدة وما حصلناش عليها.
وأيضا عدم المشاركات المستمرة في أي بطولات داخلية وخارجية، عدم خوض معسكرات بشكل مستمر، كثير هي الصعوبات، وهذه كانت أهمها. نعم ندى، خلينا نروح لزاوية ثانية في هذا الحوار. كيف ينظر لك العالم كيمنية تشارك في هذه اللعبة؟ نظرة العالم لي كيمنية ولاعبة مبارزة نظرة جميلة. نعم فنحن الرياضيين بشكل عام لما نروح بطولات ونسافر إلى بطولات بنمثل اليمن، نعمل كسفراء لليمن، صحيح ونحاول نغير الانطباع المغلوط اللي آخذينه الدول الثانية عن اليمن وعن اليمنيين، على أن اليمن بلاد حروب وبلاد إرهاب. آخذين هذه النظرة علينا من الإعلام، وإحنا صحيح بنبين لهم إن هذه نظرة مغلوطة، وإن اليمن فيها المثقفين، فيها نعم الناجحين، فيها الرياضيين، فيها من جميع المجالات، وإن اليمن يعني أن الصورة اللي آخذينها هم عنا من الإعلام صورة مغلوطة، وإن هذا شيء مغلوط، وإن اليمن فيها كل الخير، وإن اليمن بلاد جميلة وبلاد، وبنحاول نحن الرياضيين نمثلها أفضل تمثيل. جميل، لكن وجهة نظر المجتمع اليمني ربما مختلفة نوعا ما عند البعض فيما يخص رياضة المرأة اليمنية، وأكيد وصلتك. ندى، كيف تغلبتي عليها ومن شجعك على تخطي هذه العقبة؟ يطول الحديث في موضوع نظرة المجتمع، والكل عارف إيش نظرة المجتمع للمرأة الرياضية، وإنهم يشوفوا الرياضة فقط مقتصرة على الرجل، نعم وإن المرأة ما لهاش الحق في إنها تكون رياضية. فأنت هنا ما تقدرش تغير أو تفرض آرائك على مجتمع بشكل عام وتغير عقليات ويعني نسبة كبيرة من المجتمع. نعم فلذلك أنا عديت هذه المرحلة وحاول ما التفتش لهذه المرحلة. شغفي وحبي للمبارزة خلاني ما التفتش للانتقادات، ولا التفت للكلام اللي يستمع، ولا حاول أسمعه أساسا. وما فيش معي وقت أشوف إيش فكرة العالم عني وإيش رأيهم فيني، يكفي أنا وصلت للمرحلة أنا أشتيها وأعمل حاجة أنا أحبها، فهذا الشيء مكفي لي. وكمان كان في ظهري وأكبر مشجع لي منذ أن بدأت يعني في لعبة المبارزة، أبي الله يحفظه، وكانت أيضا عائلتي معي، الحمد لله، الحمد لله إن أنا حظيت بمثل كذا عائلة متفتحة ومتفهمة ويقدروني الحمد لله، ويعني ويشجعني أبي دائما وواقف معايا، والحمد لله يعني أنا محظوظة بهم فعلا. لكن ندى، هناك من يرى أنه يوجد بالفعل نقاط قد يكون المجتمع محق فيها في رفض ممارسة المرأة للرياضة. ما فيش أي نقطة خالص محق فيها المجتمع، للأسف ما فيش أي نقطة خالص محق فيها في الرفض، محق في رفض رياضة المرأة. قد تكون هي من وجهة نظرهم إن المرأة ما لها إلا البيت، وكل واحد هنا يحتفظ بوجهة نظره ويعمل فيها. يعني بالنسبة لي أنا كل واحد يعمل بوجهة نظره. نعم، إذا في ختام هذا اللقاء أتمنى لك ندى الأهدل ولزميلاتك في المنتخب الوطني للمبارزة التوفيق والنجاح، وترجعوا لنا بميداليات ملونة إن شاء الله من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين. إلى اللقاء. إلى حضرموت، حيث احتضن ملعب بارد مؤخرا أولى مباريات كأس حضرموت لفئة الشباب بنسخته الثانية. انطلقت على ملعب الفقيد بارادم في المكلا أولى مباريات بطولة كأس حضرموت لفئة الشباب في كرة القدم بنسختها الثانية، والتي يشارك فيها 16 ناديا من ساحل حضرموت وزعوا على أربع مجموعات. يتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى الدور الثاني المحكوم بخروج المغلوب إلى مرحلة النهائي، والذي سيتقابل فيه بطل الساحل مع بطل الوادي. هذه البطولة تعتبر من البطولات المصاحبة لكأس حضرموت السابعة، وهي امتداد لها، ونأمل إن شاء الله أن تكون مجموعة أخرى من الألعاب تكون مصاحبة لها في المستقبل القريب. واليوم بدأنا بهذه الفئة
وإن شاء الله هناك ستكون لجان فنية لاختيار منتخب الساحل وأيضا منتخب الوادي لاختيار في النهاية منتخب حضرموت بشكل عام ليكون لدينا أي استحقاقات قادمة. مشاركة عدد الأندية طبعا الفارق بين البطولة الأولى التي كانت مصاحبة للنسخة الثالثة من كأس حضرموت ويعني بعد سنوات عياف طبعا من التوقف نتيجة لعدم وجود الدعم المالي طبعا اللي يشجع على قيام مثل هكذا مناشط للشباب هم الأهم يعني أهم شريحة هم شريحة الشباب أن تكون لها هناك بطولات ومناشط رياضية للفئات العمرية لكي ترفد الأندية الأولى يعني الفرق الأولى بكل الأندية والتي نامل طبعا من السلطة استمراريتها بالدعم. مباراة التدشين جمعت بين نادي شباب ميفع ونادي شباب روكوب ليبدأ شباب روكوب مبكرا ويسجل لاعبي أول أهداف المباراة في بداية الشوط الأول ويضع شباب ميفع تحت الضغط الذي عاد من بعيد بعد تكثيف الهجمات من كل أنحاء الملعب ويحقق التعادل قبل انتهاء الشوط الأول. الشباب ما قصروا فوز مستحق يشكر عليه كل اللاعبين وإن شاء الله أن أملنا في البطولة كبير دافع كبير بجهد اللعيبة إن شاء الله بإذن الله وجهد الإدارة ووقوفها معانا نطمح أننا نحقق البطولة الثالثة على التوالي. شعرنا بالفوز يعني فرحانين جدا وقدمنا مباراة حلوة وفوز مستحق وأصحابنا جدة في المباراة ما شاء الله وقدموا مباراة حلوة جيدة إن شاء الله. هذه البطولة نأمل أن تكون دائما تؤدي غرضها في غرس المحبة والألفة ونشر السلام بين الشباب على مستوى حضرموت بشكل عام وهي من ضمن أهداف هذه البطولة بشكل عام. استمر الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي إلى أن فرض شباب روكوب إيقاعه وسجل هدفه الثاني ثم الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز شباب روكوب بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام أنظار ومشجعي الفريقين. التصالح فاز على التسامح، ربما تركيب الجملة وقعها غريب نوعا ما، لكن هذا ما حدث فعلا في مأرب مؤخرا في اختتام بطولة للفرق الشعبية هناك. اختتمت في مأرب بطولة التسامح والتصالح التي نظمها فريق المرداء بمديرية الوادي للفرق الشعبية لفئتي البراعم والكبار. ضمت كل فئة 4 فرق رياضية بنظام الذهاب والإياب على مدى شهرين كامل. البطولة صراحة مميزة استفدنا منها الكثير استفدنا منها النادي والبطولة مكونة من فريق من دوري كبار ودوري براعم الحمد لله احنا اليوم في النهائي تنظيم كان رائع ونشكرهم مرارا وتكرارا نتمنى المزيد من هذه البطولات الرائعة. هدف البطولة والتي أقيمت بجهود ذاتية من أعضاء الفريق والأهالي بالمنطقة هو تنشيط الحركة الرياضية في أوساط شباب المنطقة والسعي إلى تقديم أوراق اعتماد الفريق ليكون ناديا رسميا ومعترفا به. طموحاتنا عالية جدا ونأمل من مكتب الشباب والرياضة في محافظة مالب وكذا لتسهيل الإجراءات مثل هذه الأندية وهذه الأسماء من أجل الحفاظ على الشباب من الانحراف والانبساط نحو العادات السيئة يعني تناول الجات والجمة والعهالي نحاول نحافظ عليهم ونأمل من وزارة الشباب والرياضة الاعتماد. كانت بطولة رائعة وتأهلنا للنهائي الحمد لله استطعنا تحقيق البطولة وكانت البطولة زينة كان الدوري قوي منافسات قوية الحمد لله استطعنا تحقيق المركز الأول. في ختام المباراة النهائية للكبار والتي فاز بها فريق التصالح 4 أهداف مقابل هدفين على حساب نظيره فريق التسامح قامت إدارة الفريق بتتويج أبطال البطولة من فئتي البراعم والكبار بكأس البطولة وتكريم أصحاب المركز الثاني بالميدالية الفضية إضافة إلى تكريم الفائزين بالجوائز الفردية بمبالغ نقدية. نسمع عن سباق الخيل الجمال سباق العدو لكن تخيل عزيزي المشاهد أقول لك سباق للحمام إيش ممكن يخطر ببالك وكيف ممكن تتخيل شكل هذا السباق نتابع هذا التقرير من عدن. يسعى الاتحاد العام لسباق الحمام الزاجل الذي تأسس عام 2008
على نيل عضوية الاتحادين العربي والدولي من خلال مواكبة كل جديد في سباقات الحمام الزاجل باستخدام الشريحة الإلكترونية أو ما يعرف حالياً بالنظام الإلكتروني، والتي من خلالها يستطيع هواة اللعبة في اليمن من المشاركة في السباقات الخارجية وتسجيل اسم اليمن فيها. بداية نشأة هذه الهواية وهذه اللعبة كانت عبارة عن تحديات بين الشباب في الحواري أو في طيرانات كانت فردية. من هنا أتت الفكرة، ومن خلال مطالعاتنا للهواة خارج بلادنا أنه هنا كانت في أندية وجمعيات واتحادات لسباق الحمام الزاجل. من هنا أتت فكرة تأسيس الجمعية أو جهة رسمية تقوم بتنظيم هذه السباقات بشكل رسمي. تدريب الحمام الزاجل تجيب يعني زغلول، بعدين تخلي داخل الصندقة أسبوعين، بعد أسبوعين تطلعها بعرافة فوق الصندقة، بعدين بعد أسبوعين تبدأ تفتح له تخليه يطير طيران حر. بعد هذا تخليهم 45 يوم يطيروا فوق السقف تمام. بعدين تبدأ تدرب، تدرب 5 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، 30 كيلو، 50 كيلو، توصل لها 100 كيلو. بعدين تعطيه فرع الاتحاد هو يقوم بالسباق 150، 250، 300، يعني هكذا يمشي للسباقات. شهدت السباقات السابقة للحمام الزاجل في مسافات 400 كيلومتر من محافظة شبوة، و800 كيلومتر من محافظة سيئون، و1000 كيلومتر من المهرة، منافسات كبيرة بين مربي الحمام، الأمر الذي أعاد الاتحاد اللعبة هيبته في استعادة نشاطه. نظمنا خلال الفترات السابقة العديد من السباقات في مختلف محافظات الجمهورية، سباقات من 150 كيلو، 250 كيلو، كذلك من 400 كيلو من محافظة شبوة، ومن 600 كيلو من المكلا، وصولا إلى آخر سباق هو السباق الممتاز، السباق الطويل الممتاز، كان من الحدود اليمنية العمانية من منطقة حوف اللي من فد صرفيت. تم إقامة هذا السباق، وهذا السباق بفضل الله سبحانه وتعالى كان سباق ناجح. لجان ورقم سرية مسجلة بكل حقل على قم عشان يكون في مصداقية في إثبات إنه مثلا هذا الحقل حق الطير، لأنه يسجل رقم السباق ورقم الطير عشان يثبت إنه هذا الطير هو نفسه اللي طلع لوح بالسباق. بالنسبة لسباقات الحمام الزاجل يتم تكليف لجنة محايدة للسباق، ويتم تسليم الطيور لها قبل السباق بيوم بحيث تأخذ كل البيانات الموجودة على الطير من رقم الحقل الموجود عليه وتثبيت حقول سرية على أقدام الطيور. عند وصول الطير إلى مسكنه يقوم الهاوي بنزع الحقل الرقم السري وخدشه وتبليغ لجنة السباق ولجنة التحكيم بالرقم الموجود على الحقل السري، وعن طريق هذا الرقم يتم اعتماد نتيجة الطير حسب وقت الوصول بالدقيقة والثانية. تعتمد المسابقة على تجهيز الحمام بأرقام وكود خاص لكل حمام في السباق من أجل تحديد البطل والفترة الزمنية التي يقطعها من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول إلى مكان تربية الحمام، وهنا يسعى المربون للتسابق من أجل الحصول على أفضل النتائج من خلال المسابقات وحصولهم على شهادات المربي. الباركور، هذه الرياضة الجميلة والتي تعتمد على الخفة والرشاقة، تجد لها عشاقا في محافظة إب. رياضة الباركور أو الوثابة بالعربية رياضة فرنسية المنشأ، وهي من الرياضات الحديثة التي ظهرت مؤخرا في اليمن وبدأت في التوسع في كثير من المحافظات، ومنها محافظة إب التي لاقت فيها إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال لتعلمها وتطبيق حركاتها الصعبة والممتعة في نفس الوقت. بدأت رياضة الباركور في اليمن حديثا في محافظة الحديدة عام 2014، ثم انتقلت هذه الرياضة إلى عدة محافظات ومنها إب. بدأت الرياضة في إب التوسع والانتشار في عام 2018، كان عدد اللاعبين فيها حوالي 10 لاعبين إلى 8 لاعبين، ثم انتشرت لعدة لاعبين وتوسعت ثم وصلت إلى حدود 40 إلى 50 لاعب. رياضة الباركور هي مجموعة حركات يكون فيها الغرض الانتقال من النقطة ألف للنقطة باء بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية.
القفز من المرتفعات وتخطي الحواجز ما يميز نهج رياضة الباركور، لذا يحرص الشباب على التدريب بشكل مستمر لاكتساب القوة والمرونة والثقة بالنفس من أجل التعامل بحرفية واقتدار مع كل الحركات الصعبة لهذه الرياضة. بدأت أمارس هذه الرياضة في عام 2020، وطبعا لرياضة الباركور فوائد عديدة، ومنها تحسين العضلات والعظام وزيادة الدورة الدموية، إضافة لأنه يحسن من القدرة على التحمل لأداء المهمات اليومية بدون الشعور بأي تعب. أتدرب وقت الفراغ، وقد استفدت في هذه الرياضة الكثير من الحركات، وأستطيع أن ألعب حركات كثيرة كانت صعبة. بدأت هذه الرياضة في 2020 وقد استفدت منها كثيرا، وأصبحت لدي لياقة عالية، وأنصح الكل في ممارسة هذه الرياضة والاستفادة في وقت فراغكم. كما هو معروف أن الرياضة تنمي العقل والجسم وتهذب النفس، فالعقل السليم يدعمه جسم سليم، وهذا ما يجده كل رياضي يمارس رياضة الباركور المفيدة والممتعة. العداء اليمني يوسف باجابر بين الإصابة التي منعته من تحقيق أحلامه وفقر منعه من علاج إصابته. لاعب نادي تعاون بمدينة باتيس في أبيان يوسف باجابر الذي حقق المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين في دورتين متتاليتين لسباق 200 متر في الأعوام 2017-2018 ورفع اسم المحافظة عالياً، يعاني اليوم من إصابة تمزق في الرباط الصليبي منعته من ممارسة رياضته المفضلة العدو. مثلت المحافظة مرتين على التوالي في 2017-2018، ميدالية الأولى في محافظة سيئون في مدينة تريم، والميدالية الثانية في محافظة عدن بطولة المحبة والسلام، وعملت يعني بعد الإصابة مباشرة لغيت إصابة بالجري نفسه، وبعدين رحت للدكتور ودكتور مختص وعمل لي أشعة رنين، وعرفت بعدها أن في بقطع في الرباط الصليبي الجانبي، وطبعا الموضوع هذا لسنة فوجئنا هذا اللاعب أنه تعرض إلى إصابة، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك تفاعل من قبل الجهات المعنية كوزارة الشباب والرياضة اللي هي بدورها الدور الأساسي الأول، وكذلك لم نلتفت الآن من قبل السلطة المحلية. بينما كان يوسف يعد نفسه قبل عام لتمثيل اليمن في إحدى المشاركات الخارجية، تعرض لإصابة بالرباط الصليبي تتطلب لتدخل جراحي عجز عن توفير تكاليفها، وهو الذي ينحدر من أسرة فقيرة. ابني احد الرياضيين في اليمن وقام بدور يعني بالرياضة وحاولت ان امنعه، ولكنه يعني صمم على انه يكون رياضي، والان تعرض الى الاصابه، وتوجهنا على عده جهات ما حد قالنا اي حاجه، نطالب من الجهات الرسميه والاصحاب التعاون اللي بيتعاونوا معنا، وسمح من اجل علاجه فقط، واحنا ما اسمه، انا اعتبرته انه مش ابني وانما ابن اليمن يعتبر بشكل عام. للاسف الان ما لقيت اي اعتناء حولي، بنفس الوقت يعني اول ما شليت الميداليات تم تكريمي من قبلهم كلهم، وللآن أنا زي ما تشوف يعني لي سنة ما يعني ما حد نظر حتى حولي. نطلب ونناشد الأخ المحافظ وكل الرياضيين المسؤولين وزير الشباب والرياضة والكل بأن يوقفوا معي ويكونوا عونا لي. يعيش بطل المحافظة والجمهورية العداء يوسف باجابر ذو 23 عام في منزل أسرته بمدينة باتيس، ويأمل أن يتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي مرة أخرى، والعودة للمضمار الذي رفع فيه اسم أبيان واليمن عاليا. أحبائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى فقرة من الذاكرة الرياضية، ضيفنا فيها قناص من الطراز الأول وهداف أنصاف الفرص، مرعب الحراس وكابوسهم الدائم، كثيرا ما ألهب أكف الجماهير تصفيقا وحناجرهم هتافا. نجم هذا المساء هو نجم أهل تعز وثعلب ملاعب الحالمة الكابتن عبد العظيم القدسي.
بدايتي الرياضية أخي العزيز هي كما أي رياضي في اليمن، عاش فترة الطفولة في الحارة ومن ثم المدرسة ومن ثم النادي. يعني أنا تلعرعت عن بداية في الحارة، كنت ألعب في نادي اسمه الكفاح ومدرسة الثلاثي والفاروق، ومن ثم التحقت في النادي الأهلي. وبدايتي كانت غريبة شوية، كنت أنا لاعب تنس طاولة في النادي الأهلي مع ناشئين النادي الأهلي في تنس الطاولة، ومن ثم التحقت في ناشئين المنتخب اليمني، وكان لنا عدة مشاركات مع منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، وشاركنا في بطولة الخليج والجزيرة العربية. كان لي مشاركه مع منتخب المدارس، وبديت يعني اشارك مع منتخب مع فريق الناشئين للنادي الاهلي كره قدم وتنس طاوله وفريق الشباب. وكان هناك ابن خالي الكابتن علي الشرعبي حفظه الله ورعاه، هو من اخذ بيدي واخذنا الى النادي الاهلي، قال لازم تكون في النادي الاهلي في كره القدم والتنس مش مشهورة، وتنس الطاولة يعني لها جمهورها المحدود. وشجعنا على ذلك أيضا الكابتن عبد العزيز القاضي والمرحوم الكابتن عبد الملك ثابت. فترتي محدودة، يعني زي ما قلت تنس طاولة، كانت فترتي تنس طاولة، من يمكن لعبت تنس الطاولة إلى مدة 3 سنوات للتأهيل، ومن ثم انتقلت إلى أشبال النادي الأهلي والشباب، ومن ثم في عام 1984 التحقت بالفريق الأول، وكانت بداية قوية لي وممتازة، حيث يعني في أول مباراة لعبتها ضد فريق الأحمدي في كأس الجمهورية، وفي مجرد ما نزلت الملعب سجلت هدف. وكذلك فترة ما بعد البطولة، فترة التسعينيات كانت فترة يعني مش ولا بد، حيث هبط النادي وكانت كثير هناك مشاكل كثيرة، ولكن استطعنا بفضل مجهودات اللاعبين والإدارة في حينها عدنا إلى المصاف الدرجة الممتاز في 92-94، وكانت هذه فترة كلها مميزة، ولكن كان الدعم المادي كان والاهتمام مش كبير، وخللت خلال هذه الفترة هبوط وصعود، وخلالها انتقلت إلى نادي الشرطة اليمني، لعبت يعني لعبت موسم مع الشرطة، ومن ثم لعبت موسم مع الطليعة في تعز، ومن ثم عدت إلى النادي الأهلي وأنهيت مشواري في 2001، وكان هناك مهرجان اعتزال. المحطات الرئيسية اللي يعني هو خروجي من النادي الأهلي كانت حاجة صعبة ومعضلة، لأنه أنا تربيت وترعرت من أبناء في أهلي تعز، وكان من الصعب أنه الكابتن عبد العظيم الغدسي يسيب النادي الأهلي، ولكن لظروف قهرية يعني كانت بسبب مشكلة مع أحد اللاعبين في النادي، وأنا ومجموعة وقفنا مع اللاعب هذا أنه لم يتم علاجه، و يعني مشكله وصلت للاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي، واخذنا استغناء من الاتحاد الاسيوي، فهذه كانت من اصعب المواقف والمحطات اللي عشتها، وفتره كانت صعبه، ولكن الحمد لله عدنا للنادي الاهلي واستمرينا حتى عام 2001. أحب المشاهدين، ما زلنا معكم في هذا المساء الرياضي وبرنامج أحوال الرياضة، وفي متفرقات هذه الحلقة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يجري تمارينه في معسكره الخارجي بمصر على ملعب المنيل استعدادا لمواجهة منتخب سريلانكا في 12 و17 من أكتوبر القادم ضمن التصفيات الأسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية. وإلى عدن، وفي مباراة ودية خاضها فريق الميناء لكرة السلة فئة الشباب
أمام نظيره طليعة لحج في صالة نادي الطليعة، فاز فيها فريق الميناء بنتيجة 49 مقابل 42 في مباراة تميزت بالندية والإثارة. ومن عدن إلى صنعاء، حيث تجاوز فريق شباب أهلي صنعاء منافسه وضيفه العروبة بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي احتضنه ملعب النادي في إطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة. في لحظات حزينة ودع الوسط الرياضي اليمني الفقيد محمد يسلم البرعي الذي كان واحدا من ألمع نجوم الإعلام وأبرز المعلقين الرياضيين الذين أثروا الدائرة المستديرة تفاعلا وحيوية بصوته الشجي وتعليقاته وتحليلاته المتميزة، وقدم أنجح البرامج الإعلامية الرياضية لعقود طويلة. إن لله وإنا إليه راجعون. أحب المشاهدين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أحوال الرياضة، واللي حنختمها مع عادل شادي، واحد من أصغر المشجعين الرياضيين اليمنيين اللي بيملكوا ثقافة رياضية رغم صغر سنهم. في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء. من نجم منتخب اليمن الناشئين؟ عادل عباس. ومن هو نجم المان سيتي؟ هايلينغ هالاند. ومن مدافع باريس سان جيرمان؟ مدافع باريس سان جيرمان كيمبابي. والمهاجم؟ المهاجم مبابي. من هو هداف برشلونة اللي كان في بروسيا دورتموند وبعدين راح لبايرن ميونخ؟ ليفاندوفسكي. بعد من زي ما راح؟ من زي ما راح الاتحاد. كيف هدف الهدف الأخير حقه؟ هدف الهدف الأخير بالركبة. كيف؟ بالركبة.